الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب ورغمت له الأنوف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين معاشر المؤمنين يروي الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابي عياض أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال ويروي الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة حسنه الإمام الألباني رحمه الله حديثنا في هذه الدقائق المباركات عن العفة هذا الخلق العظيم الذي هو خلق الأنبياء والصالحين العفة علامة من علامات الصدق والتقوى والإيمان فمن عفت أو من عف جوارحه عن الحرام أبدله الله بالحلال الطيب ومن غض بصره نور الله بصيرته ولقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بغض الأبصار وأمر النساء بالحجاب لكن كل ذلك كان في العهد المدني الآيات الآمرة بغض الأبصار وحفظ الفروج والحجاب للمرأة كلها كانت مدنية ما السر يا عباد الله؟ السر هو أن الإيمان ذلك الوقود في النفوس والقلوب الذي يدفع إلى الطاعات ويمنع صاحبها من المعاصي فالقرآن المكي جاء لترسيخ التوحيد والعقيدة والإيمان في قلوب المؤمنين
فلما تمكن الإيمان من قلوبهم جاءت الآيات المدنية في التشريع والعبادات من حلال ومن حرام ومن أوامر ونواهي، ذلك أن الإيمان قد استقر في النفوس. دخل رجل على عثمان بن عفان، وقبل أن يدخل عليه كان ينظر إلى امرأة، فلما دخل عليه قال عثمان: يدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا. لذلك قال بعض السلف: من غض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بالمراقبة لم تخطئ فريسته قط. فما هي العفة يا عباد الله؟ العفة هي التنزه والبعد عن الحرام والترفع عن سؤال الناس ثقة بموعود الله تبارك وتعالى. وللعفة أنواع كثيرة لا تقتصر على جانب واحد، فمن ذلك عفة الجوارح يا عباد الله. فالعبد المسلم ليس أسيرا لشهواته وليس عبدا لبطنه وفرجه، فهو يعف يده ورجله وعينه وأذنه وفرجه عن الحرام، لا يقع صريعا لهواه ولا يكون عبدا لشهواته. وقد أمر الله سبحانه وتعالى كل مسلم أن يعف نفسه وأن يحفظ فرجه وأن يسارع إلى الزواج، فقال سبحانه وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، كما أنه حث فئة الشباب على الزواج وأمر أولياء الأمور بتيسير زواج أبنائهم وبناتهم لما في ذلك من العفة والإحصان. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم آمرا الشباب بالزواج، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين العلة: فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج. ثم أرشد لفئة من الشباب لا يستطيعون الزواج ولا تتيسر سبله، أرشدهم إلى الحل الناجع والدواء الكافي، فقال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية تحميه وتحصنه من الوقوع في الرذيلة عياذا بالله تعالى. والعفة يا عباد الله سبب من أسباب الرزق الحلال الوافر، فقد تعهد الله تبارك وتعالى لمن أراد أن يحصن نفسه ويعصمها عن الشهوات تعهد له بالرزق الوافر الحلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء. العبد في الزمن السابق حينما كان يكاتب سيده ليتحرر من الرق، ثم قال: والناكح الذي يريد العفاف. الناكح الذي يطلب العفاف ويطلب الزواج فإنه حق على الله تبارك وتعالى أن يعينه وأن يغنيه بالرزق الحلال الوافر الطيب. يا معشر الشباب، اقرأوا بالله عليكم قصص القرآن الكريم، وفي قصص القرآن عظة وعبرة، بل إن قصص القرآن جنود الحق
يثبت بها الله قلوب الذين آمنوا. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لكم في يوسف عليه السلام الأسوة الحسنة والنموذج الفريد في الاستعلاء وفي الإيمان وفي البعد عن الحرام. كيف تعرض يوسف عليه السلام إلى محنة عظيمة، محنة لا يقف أمامها إلا صاحب الإيمان العظيم يوسف الذي كان في بيت سيده، وكان شابا في ريعان الشباب وفي موفور الصحة والقوة، وذلك أدعى لأن تكون الشهوة والغريزة أقوى وهو في بيت سيدته، وسيدته ذات منصب وجمال وحسب، وطاعتها عليه واجبة، وغلقت الأبواب وأرخت الحجب وأغلقت الأبواب دون باب دون باب، وهو الذي تربى في كنف سيده وسيدته، وهو الشاب الذي أوتي شطر الحسن يوسف عليه السلام. تصوروا هذا الموقف، تغلق الأبواب وليس بينه وبين المعصية أحد، لكنه استعصم بالله تبارك وتعالى، لكنه رفض المغريات، وهو الغريب الذي لا يعرفه أحد، وهو الشاب مكتمل القوة، وأمامه امرأة حسناء سيدته. انظر كل هذه الشواهد، محنة عظيمة، لكنه أبى واستعصم بالله تبارك وتعالى، وحينما همت لتمسك به دفعها حتى مزق قميصه، حتى مزق قميصه، لكن الله سبحانه وتعالى كتب له البراءة، ثم أصبح وزيرا على خزائن مصر بسبب تمسكه بعفته وبإيمانه وببعده عن المعصية. أبدله الله تبارك وتعالى خيرا. وأنت كذلك أيها الشاب المسلم الذي استعصمت بالله واستعصمت به، فثق أن الله تبارك وتعالى لن يضيعك أبدا. لقد أمر الله عباده المؤمنين، بل أثنى عليهم بأنهم يحفظون فروجهم ويغضون أبصارهم عن الحرام، فقال تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن هذه عفة الجوارح. النوع الثاني من العفة يا عباد الله عفة الجسد، عفة الجسد. فالمسلم مطلوب أن يستر جسده وأن يحفظ عوراته من أن تتكشف أمام الناس. فالرجل المسلم لا ينبغي أن تظهر عورته من السرة إلى الركبة، وكذلك المرأة المسلمة مطلوب منها أن تتزين بالعفة والحجاب امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وأمر المرأة المسلمة ونساء المؤمنين، فقال مناديا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: والأمر لكل نساء المسلمين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فيا أيتها الأخت المسلمة، ونحن نعيش في هذه البلاد في موجة من التغريب والانحلال، أقول لأختي المسلمة التي التزمت بحجابها وتمسكت به: أنت على خير كثير وأنت على أمر عظيم، فتمسكي بحجابك وعلمي بناتك حين يبلغن مبلغ النساء
أن يتسترن بالعفة وأن يلتزمن بالحجاب. فالذي أمر النساء بالحجاب هو الذي أمرهن بالصلاة، هو الذي أمرهن بالصوم. فلا فرق بين أمر وآخر، كلها أوامر. وينبغي على المرأة المسلمة التي تريد الدار الآخرة وما عند الله، ينبغي عليها أن تتمسك بسترها وعفافها وحجابها مهما كانت المغريات ومهما كانت ظروف البيئة التي تعيش فيها. حرم الإسلام النظر إلى المرأة الأجنبية، وأمر المسلمين أن يغضوا أبصارهم، وأمر النساء أن يغضن أبصارهن. كل ذلك حماية ووقاية للمجتمع المسلم أن يقع في أرذال في مواطن الرذيلة والانحراف. فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال في الآية الثانية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظرة سهم من سهام إبليس، النظرة سهم من سهام إبليس. من تركها مخافة الله تبارك وتعالى أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. جرب أخي الكريم أن تغض بصرك عن الحرام، وانظر بعد ذلك إلى هذه الراحة والطمأنينة التي ستجدها في قلبك. طرق يوما حاتم الأصم باب شيخه شقيق البلخي، وكان يتردد عليه مدة 30 عاما. فطرق بابه ذات يوم، فكان شقيق البلخي يتوضأ، ففتحت امرأة شقيق الباب لحاتم، فسألها زوجها: من الطارق؟ فقالت له: صاحبك الأعمى. فقال لها: مالي من أصحاب العميان. فلما خرج وجد حاتما، قال له: ظننتك زوجتي أنك أعمى. لاحظ، 30 عاما يتردد على بيت أستاذه وصاحبه، 30 عاما وهو يغض بصره عن امرأة شيخه، حتى ظنت الزوجة أنه أعمى. فأين نحن من خلق هؤلاء السلف عليهم شآبيب الرحمة والمغفرة؟ يروي ابن عباس، والحديث في أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، يقول: كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه الرجال والنساء كما تعرفون. فقال: كانت امرأة من أحسن الناس وجها تصلي في المسجد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعض القوم يتقدمون للصف الأول حتى لا يروها، وكان البعض الآخر يتأخر، فإذا ما ركع نظر من تحت إبطيه. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. كان أحمد بن حنبل ينشد ويقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ثم العفة يا عباد الله، النوع الثالث من أنواع العفة، العفة عن أموال الغير، العفة عن أموال الغير. المسلم عفيف النفس، لا تمتد يده إلى مال غيره ولا يأخذها بغير حق، ويتأكد ذلك إذا كان قد ولي على أموال المسلمين أو على المال العام كما يقول أهل الفقه، يصبح الأمر أكثر تأكيدا. فمن ولي من أمر المسلمين شيء، وخصوصا في قضايا المال، فعليه أن يكون عفيفا وحريصا وأمينا على أموال المسلمين. انظر إلى هذه القصة التي ترويها كتب السير في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس. قال، تقول الرواية:
أن أحد عمال عمر بن عبد العزيز جاء إلى عمر وجاءه في بيته ليلا، فلما دخل العامل إلى بيت عمر أمر غلاما أن يأتي له بشمعة غليظة كبيرة فأوقدها، فطفق عمر بن عبد العزيز يسأل العامل عن أحوال البلد التي جاء منها وكيف أحوال المسلمين وأحوال المساكين والفقراء وهكذا. قال فلما فرغ العامل من سؤاله عن عامة المسلمين بدأ يسأله عن خاصة نفسه، فقال له يا أمير المؤمنين وكيف حالك في مالك وأهلك وعيالك؟ فأخذ عمر بن عبد العزيز فأطفأ الشمعة، الشمعة أطفأها، ثم دعا الغلام فقال له يا غلام ائتني بسراج، فأتى الغلام بسراج يكاد لا يضيء ضعيف جدا، فتعجب العامل قال له يا أمير المؤمنين فعلت أمرا حيرني، قال وما ذاك؟ قال لما كنا نتحدث عن أمور المسلمين كانت الشمعة مضاءة، فلما سألتك عن خاصة نفسك أطفأت الشمعة وأتيت بسراج ضعيف لا نكاد نرى، قال كنت تسألني عن أحوال المسلمين وأمورهم وهذا مال المسلمين، فلما سألتني عن خاصة نفسي أطفأت نار المسلمين. هذه هي العفة في أولياء الأمور، في من والله الله تبارك وتعالى أموال الناس، عفة وأمانة وورع عجيب. هذا الورع وهذه الأمانة وهذه العفة هي التي أوصلت هؤلاء الناس إلى قمم الكمال بعلو همتهم وبصدق أمانتهم وبصدق حديثهم وبعفتهم عن أموال الغير. فالمسلم يا عباد الله يتعفف ولا يطلب ولا يأخذ من أموال الناس شيئا إلا بحق الله تبارك وتعالى. أسأله سبحانه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. وبعد عباد الله، فمن أنواع العفة أيضا عفة المأكل والمشرب. المسلم لا يضع في جوفه لقمة من حرام، بل يحرص أشد الحرص على أن يطعم نفسه وأولاده ومن يعول، يطعمهم الطيب الحلال حتى يبارك الله له في أهله وماله وعياله. الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه من وضع لقمة، اسمعوا إلى هذا الحديث بارك الله فيكم، من وضع لقمة من حرام في فمه لا يتقبل الله منه عبادة 40 يوما، نسأل الله السلام والعافية. وكل لحم نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به. أرشدنا الله تبارك وتعالى إلى أن نسعى في الأرض إلى أن نكسب الرزق الحلال وإلى أن نطعم أولادنا من حلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطعم أنفسنا وأن نسعى وأن نكدح لنحصل على المال الحلال، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، ثم أثنى على سيدنا داود عليه السلام قال وإن نبي الله داود، وهو النبي الذي سخرت له الجبال، قال وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. إذن الكسب الحلال إخوان تعلو به الهمة، ويكون الكسب الحلال طريقا وسبيلا إلى العبادة وإلى علو الهمة. أما الذي يترخص فيأكل من حلال ومن حرام فتجد أن همته دنيئة وإقباله على الله ضعيف، فلو صحح وصوب المسار سيجد أن حاله وعبادته مع الله تبارك وتعالى قد تغير شأنها. من العفة أيضا عفة اللسان. ها
هذا اللسان، هذا العضو الذي أكثر ما يدخل الناس إلى النار، اللسان. والفرج ينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه، فلا يسب ولا يشتم ولا ينتهك أعراض المسلمين. ينبغي أن يحفظ لسانه، لا يقول إلا خيرا، فإن لم يجد ما يقول فليصمت. والله تبارك وتعالى امتدح فئة من عباده فقال: وهدوا إلى الطيب من القول، وقال: وقولوا للناس حسنا. فهذا اللسان أمسك، كما جاء في حديث معاذ أوصاه النبي قال له: أمسك عليك هذا. فأكثر ما يريد الناس المهالك والنار هذا اللسان. إذن عفة اللسان يا عباد الله. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. وقال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نفى عنه صفة الإيمان. ليس الإيمان بالكلية، إنما كمال الإيمان. فالإنسان يحفظ لسانه ويعف ولا يتجرأ على عباد الله تبارك وتعالى، لا بكذب ولا بغيبة ولا بنميمة. يحفظ الإنسان نفسه ويحفظ لسانه، وإذا كان في مجلس تدار فيه الغيبة فعليه أن يذكر الناس: احفظوا غيبة أخيكم. وإن استمروا فليس عليك إلا أن تنصرف من المجلس حتى لا تشارك في إثم الغيبة والنميمة والوقوع في أعراض الناس. المؤمن لا يتكلم إلا بخير ولا يقول إلا طيب الكلام. من العفة أيضا التعفف عن سؤال الناس، وهذه آخر أنواع العفة ولها أنواع كثيرة. التعفف عن سؤال الناس، مهما كنت بحاجة يا عبد الله ومهما كنت محتاجا فلا ترق ماء وجهك بذل السؤال للناس. استمسك بالله، استعصم به، وثق أن الله تبارك وتعالى سيرزقك من حيث لا تحتسب. لكن تعفف عن سؤال الناس. وقد مدح الله تبارك وتعالى فئة من الفقراء أنهم لا يسألون الناس إلحافا، قال في حقهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. عفة، لا يسألون الناس إلحافا، لا يطلبون الناس مالا ورزقا. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغني الله، ومن يتعفف يعفه الله. الجزاء من جنس العمل. يروي أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصبحت ذات يوم وقد وضعت حجرا على بطني من شدة الجوع، ربط حجرا على بطنه. فقالت له زوجته أو أمه، شك الراوي، قالت له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله، فإن فلانا قد ذهب إليه فسأله فأعطاه، وإن فلانا قد ذهب إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرد أحدا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وهو في شدة الجوع رابطا الحجر على بطنه، خرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. يعني في دخول أبي سعيد، وهذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن يسألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه، إما أن نعطيه إذا كان عندنا وإما أن نواسيه بالكلام الطيب. ما عنده النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يسألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه، ومن يستغني عنا، العفة هنا، ومن يستغني عنا أحب إلينا ممن يسألنا. الذي يستغني ولا يطلب أحب إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب إلى الهدي النبوي. قال، يقول أبو سعيد: فرجعت فما سألته شيئا، فما زال الله يرزقني حتى ما أعلم أحدا
من الأنصار أهل بيت أكثر أموالا منا. الله أكبر. الجزاء من جنس العمل. أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما يجادلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا. يمتثلون. فكان أن كان أكثر الناس أموالا، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أختم بهذه القصة التي حدثت لهشام بن عبد الملك، وكان أمير المؤمنين في العصر الأموي. دخل على البيت الحرام في مكة، فوجد سالم بن عبد الله، وسالم من كبار الأئمة والتابعين. فقال له أمير المؤمنين هشام: سلني، اطلب مني، أنا أمير المؤمنين، اطلب. فقال له سالم: إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. أنا في بيت الله، ما أستحي أن أسأل أحدا غير الله في بيته. فلما خرج من المسجد قال له: الآن فسلني، الآن فسلني حاجتك. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال له: من حوائج الدنيا. قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسأل من لا يملكها؟ هؤلاء كانوا هم الرعي الأول الذي وجب علينا أن نقتدي بهم، وأن نجعلهم أنموذجا ونبراسا في عفتهم وفي صدقهم وفي إخلاصهم وفي عبادتهم لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفاف، وأن يرزقنا الحلال الطيب. اللهم أرنا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمة منك وفضل يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا فيه على القيام والصيام وقراءة القرآن، واكتبنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في أرض الشام، انصر عبادك المستضعفين في أرض العراق، انصر عبادك المستضعفين في أرض مصر، انصر عبادك المستضعفين في الصومال، انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، كلهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. أغث لهفتهم يا كريم، انصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالمستبدين، اللهم عليك بالجبابرة، خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا منتقم يا جبار. آمين اللهم آمين. سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.